يا رحمنا الله وأنسيت يا رحمنا الله. Maaf, saya lupa kongsikan bacaan surah yang akan disampaikan oleh beliau ialah suratul Fajr bermula ayat yang pertama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بها إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
فصب عليهم ربك سوط عذاب فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل عليه وسلم.